فضيلة الشيخ، هل للعمرة وداع أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الصحيح أنه ليس لها وداع، وإنما الوداع للحج خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج بأن لا ينفروا حتى يودعوا البيت، حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يرد عنه أنه أمر المعتمرين بأن يودعوا بالطواف. نعم.